اللي بيحصل في سينا انت شايفه ازاي؟ شايفه ان اي حتة تسخن كده راس دبوس يسخن على كوكب الارض يتنادى اليه يعمل فيه العالم كل اولياءك واعدائك الكل يعمل فيه حتة سخنة اهي. اللي اشتغل بالتهريب واللي اشتغل بالمخدرات واللي اشتغل بالاغتصاب وبالخطف وبالتمويل وبالاخذ وبالبكاسب وبالاكل وبالحرق لا اهي العالم اهو حصيره حته تسخن يروح كله جاي كله وكل المصر اللي خلق له فاللي بيجري في سيناء. طب يبقى خلينا بس يعني أنا عشان انا عايز اتحدث شويه يعني من المطلق الى التحديد. لا 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 فاكر. يعني الحرب في سيناء ضد داعش ده الحرب في سيناء ضد مين؟ زي داعش. الجيش ضد زي مين؟ داعش زي داعش. الجيش دلوقتي بيحارب في سيناء القاعدة وداعش وحماس وكل ما هو تقليدي ومتخلف في العالم ومنهم أجزاء من أولادنا وبناتنا اسمهم الإخوان المسلمين واسمهم السلفيين واسمهم حملت رايات ال يعني المشاكل اللي في سيناء دي ولا اللي في مصر ولا اللي في الدنيا بيبقى حلها لا ولا عايز اقول سيناء دي منذ استعدناها على الاقل وبكل معاني الكلمه عايز اقول محتاجه لها احتياجات تنمويه احتياجات اصلا علاجها شان علاج كل المشاكلنا اصلا علاج سياسي المفروض بصراحة. طيب يبقى اللي بيتم ده ايه؟ اين هو من الناس؟ اللي بيتم النظام القديم اللي هو موجود النظام القديم اللي هو ايه؟ قائم انت سقطت راسه وبقي كامل منتش قد بناء المؤسسيه والتعدديه يبقى انت مش بتاع العصر الراهن يعني في مصر او في غيرها يعني. ها؟ فلما راح جمال عبد الناصر 23 يقول لي لانهم مش قادرين على مساله المؤسسيه دي وعلى مساله التعدديه. قالوا الثوره الاداريه والثوره كذا وكذا، ما فيش الكلام ما يدرش عليها مش عارفين. احنا الدولة الوحيدة احنا قد تركيا وقد فرنسا اللي بيدير تركيا 400,000 بيروقراطي واللي بيدير فرنسا 400,000 احنا بيديرنا 7 مليون واحنا قده فانت عندك ليا مشروع اهو هعمله في بير السرايا هتفسدوا الديمقراطية لماذا البيروقراطية لماذا لانها عجوز وعاجزة ومتخلفة لا ليا ولا مؤامرة ولا حاجة حتى بطة عشان تحجب قبضتك على هذا كذا تدي كل شأنك للأمنية فمن الخمسينات حتى يومنا هذا وأنا بكلمك أهو الأمنية والبيروقراطية أمنية باطشة وبيروقراطية متخلفة وعاجزة